استجابة الحوار الوطني واستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة فخامة رئيس الجمهورية. قرر مجلس الأمناء في اجتماعه النهاردة عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، وده بناء على توجيهات رئيس الجمهورية. هيتم عقد الجلسة دي إن شاء الله يوم الأربع الجاي الموافق 31 مايو 2023، هتبدأ إن شاء الله الساعة 12 الظهر في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر كما جرت العادة في جلسات الحوار. معانا على التليفون دكتور جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. أهلا بيك يا دكتور جيهان. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام، الحمد لله كله إحنا تمام. كلنا دلوقتي بنتساءل قبل ما يجي يوم الأربع، إيه هو المجلس الأعلى للتعليم والتدريب؟ وإيه شكل القانون اللي هيتعرض من خلال الحوار الوطني؟ وبالتأكيد بعد كده هيدخل لمجلس النواب. هو يعني إحنا فعلا تم عرض مقترح مشروع للقانون، وإحنا في أثناء جلسة الحوار في التعليم قبل الجامعي اللي هو فعلا متقدمة بالحكومة، وفعلا احنا اسعدني جدا جدا هذا المقترح، مقترح انشاء اكاديمية المجلس الوطني الخاص بالتدريب، يعني حاجة ملمة وشاملة جدا لتطوير المدرس، شامل كل التخصص، كل الهيئات المعنية بعملية تعليمية، من المجلس الأعلى للجامعات، من الوزارات التربية والتعليم، من فئات متعددة ومتنوعة. يعني في النهاية بنقول إن في تكامل مؤسسي بين كل من هو مهتم بالعملية التعليمية، مش هتبقى تقول فقط على وزارة التربية والتعليم اللي هي عملية التدريب، ولما بنيجي نتكلم حاليا ونقول على المدرس إن هو يكون على مستوى عالي من عملية التدريب والتثقيف. يمكن الوزارة بإمكانياتها أو بالضغط وبالكثافة الموجودة عليها وعملين نطالب بزيادة أعداد المدرسين، وفعلا وإن المدرس اللي بيدرس المنهج اللي فعلا على الرغم من الصعاب اللي موجودة فيه، أو إن إحنا فيه بعض أولياء الأمور بيشكوا منه، ولكن بنلاقي إن فعلا هم نفسهم بيقولوا المنهج اتطور والمنهج اتغير وبقى فيه في المهارات التعليمية موجودة فيه زي العصر، المهارات الذهنية وأساليب التفكير العلمي الحديث اللي يتناسب مع الجمهورية الجديدة. فبناء عليه إن إحنا محتاجين مدرس فعلا على قدرة عالية جدا مع التعامل مع الأطفال في السن ده بالمهارات اللي مطلوبة، يعني مش الأسلوب اللي معلش اللي أنا اتدربت عليه أو المدرس بتاعي، مع احترامي الشديد لأساتذتنا طبعا يعني هم طلعوا مننا أجيال عظيمة جدا، ولكن الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي دخلت في العملية التعليمية بتقتضي اللي احنا لازم فعلا نكون على دراية واسعة بيها أو شاملة بيها. وكل هذه الأكاديمية فعلا هيبقى فيها ناس متخصصة جدا جدا على أحدث الأساليب العلمية اللي هي هتؤهل، احنا من دلوقتي بنقول زيادة مدرسين كل سنة ما يعادل أو ما لا يقل عن 30,000 مدرس. طب هل ال 30,000 مدرس دول فعلا بيتم تدريبهم او هم مدربين عشان انا اقدر اقول ان هم هيتوزعوا هينتشروا في المدارس على مختلف ربوع مصر وانقل فكر جمهوريه جديده وهم مؤمنين بذلك؟ اعتقد ان لا، يمكن وجود هذه الاكاديميه او فعلا اللي هو الجهه المتخصصه اللي بنقول عليها ممكن تبقى زي نقول اليد العليا او الابر هاند، اللي احنا فعلا تطلع عندي أستاذ أو مدرس أو هي ليها كل ما هو بيتعلق بالنواحي الحديثة اللي هي الخاصة بالعملية التعليمية. بس النواحي الحديثة دي يا دكتور جيهان، أنا آسف على المقاطعة، النواحي الحديثة دي هل مسألة التدريب على التكنولوجيا الحديثة، ولا أنه يبقى المدرس مدرب على الأنماط الجديدة في التدريس والتعلم؟ يعني بره هي كلها حضرتك مكملة لبعضها، هي كلها بتخدم على بعض، مفيش حاجه بتختلف على حاجه. هل حضرتك هل اساليب اللي هو التدريس في الفتره في واحنا في 2023 زي سنه 2000 ولا زي السنوات السابقه؟ كل علم من العلوم، كل دراسه من الدراسه حصل فيها ازاي طريقه توصيل المفاهيم للطلبه
مع اللي هو مع مش هنبقى على المستوى المحلي ده، لازم الطفل بتاعي يكون على درايه بالمستوى، يبقى عنده مفاهيم اكثر عالميه، يعني ازاي يتواصل وازاي فعلا يبقى في مقارنه ما بين كل حاجه، مصر والدول الثانيه ازاي، طب الدوله دي نهضت في ايه واحنا بنتميز بايه، وايه هو وسائل الابتكار الجديده. انا عايزه اطلع دلوقتي اطفال، وهم فعلا الاطفال في السن ده عندهم مهارات ذهنيه فعلا عاليه جدا، ايوه فلازم انا المدرس عايز المدرس يبقى، بس ده تصوري كأب برضه، يعني انه يبقى قادر يستوعب ان هو مش داخل يدي درس ويخرج في الحصه. انا عايزه يبقى قادر ازاي يتفاهم مع الاولاد، قادر ازاي يستوعب الانماط التفكيريه والسلوكيه المختلفه وده للاولاد، فعلا اللي قادر الدولة يكرس جواهم فضيله المناقشه والمقارنه والمفاضله. مش هو ده الدرس وهنقوله ونكتبه على السبورة ونروح. تمام، هو فعلا الفكر وجود هذه الأكاديمية في الفترة دي هو ده فعلا الدافع لوجود هذه لإنشائها، أو لوجود ما يؤهل المدرس بالفعل، مش هو اللي داخل يدي حصة عايز يخرج بسرعة عشان ياخد الدرس، لا، العملية التعليمية اختلفت وبقت فعلا ليها نظرة مختلفة، واحنا فعلا في مرحلة انتقالية. يعني أنا دايما أقول احنا لازم في العملية التعليمية كل سنة في مميزات بتحصل وفي سلبيات، وعلينا كدولة ان احنا فعلا نتدارج هذه السلبيات، يعني مش هتقدر تغير المنظومة 100% من سنة للتانية، ولكن على مراحل تدريجية. المناهج الدراسية المطروحة فعلا حصل فيها تغيير، هل في الحالة دي يعني يمكن من أهم القضايا اللي أثيرت، هل هي مناسبة للفترة الزمنية؟ هل عدد الأيام الدراسية بيكفي لهذا المنهج ولا لا يكفي؟ فبالتالي كل القضايا اللي احنا في محور التعليم ناقشناها حتى في الحوار الوطني اللي بشكر فخامة الرئيس فعلا على ان هو اتاح لينا كافة مؤسسات الدولة وكافة الأحزاب وأولياء الأمور والطلبة والمدرسين، حقيقي حضرتك استمعنا فعلا في هذه الجلسة الحوارية لكل القضايا اللي هي فعلا احنا في أسرة مصرية بنتكلم فيها مع بعض. لما نيجي طيب حضرتك تقول لي الأكاديمية الوطنية للتهذيب والتصنيف، دي فعلا من أهم يعني عارف حضرتك لما تقول أنت فعلا داعم، أنت عايز تطور، طب أطور إزاي؟ أنتوا بتقولوا مسألة كمان، وده مشاكل هيبقى مجلس أعلى شامل مجلس جامع للعملية التعليمية في تمام مصر، سواء إذا كانت ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي أو حتى البحث العلمي فيما بعد الجامعة من دراسات مختلفة كمان، وده في حد ذاته ده هيخلق نقلة بجد جوه مصر. هتاخده فعلا من هو لسه براعم صغيره، مرحله تعليم اساسي، ومش هتسيبه كمان، وبالعكس ده حتى لما يتخرج من الجامعه، حضرتك عندنا شباب كتير قوي مقدم براءات اختراع، طب الناس دي فين؟ الناس دي احنا لازم نهتم بهؤلاء الشباب. انا عندي في شباب في مصر فعلا يستحقوا ان الدوله تستفيد بخبراتهم، فوجود هذه يعني الاكاديميه او المجلس الاعلى اللي بيشمل بقى ما قبل الجامعي وما بيشمل الجامعي بفئات متعددة ومتنوعة، يبقى فعلا احنا فعلا في اتجاه جمهورية جديدة يا بكل ميسر الحال، الظروف. يا ميسر الحال يا دكتور جيهان. أشكرك جدا دكتور جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب.